البؤس هو أنسب عنوان لحياة العجوز فاتحة خلفي التي تقيم في هذا الكوخ الصغير بأعالي جبال طبلاط في غرفة أشبه بكهف لا تتعدى مساحتها المتر الواحد، تغيب عنها كل مظاهر الحياة والعيش الكريم. سهاري يا داري يا استكنا هنا ونينو قدونهم بطينا لكم نشب هنا طيب لكم الحدا مطن واد. أنا هذا المرة هذه جارتي، أنا نسكن غير 10 مترات بيناتنا، يعني نشهد شهادة حق. هالمرة ساكنة في ديار التراب وهي ما كاش ها معوقة، أنا شفناها كيف تمشي. تتوارى معاناة العجوز داخل غرفة بدون نوافذ، لا يقي سقفها ولا جدرانها المشيدة بالتراب برد الشتاء ولا حر ولهيب الشمس في فصل الصيف. ولا واحد جزارها ولا حوس عليها من المسائل، لا رئيس بلدية ولا نائب بتاعه، ما كان ولا شيء. والله واحد موقف لهنا وما شافها كذلك، وهذا المرأة معوقة شوفها كيف تمشي. هذه الكوزينة تاعها هاي طيب اللهم وتبات فرشها ومطبق اللور في اللي تفرش وتبات. حالة السيدة فتيحة تنظف إلى قائمة طويلة من البؤساء بجبال طبلاط قضوا سنوات في قلب هذا الفضاء المسمى قصرا منزلا، يئنون في صمت دون أن يبلغ أنينهم مسامع أحد.